أهلا وسهلا. وهالصورة رح يحكي بها أنا ليش عم تمنعوا العلم عن أمة العرب، وما أوتيتوا من العلم إلا قليل. هلأ هون موجودين هون بهالكرة الأرضية، في أسرار كتيرة عم تنزل بهالكوكب. وهالقد كيف رحت البرمودا، كيف رحت الأطلنطيس، وين عم تروح الطيارات، وين كله كبسة زر، وين فينا نشوف هالعلم؟ لحي بإيدك. هلأ فيكم ببساطة تفوتوا على بيت الله .com وتشوفوا في كتير علوم مخفية عن العالم. أقل شيء تسلا يا حبيبي دخيلك، هذا كله مخبى بس مشان يخلوا العالم ضل تدفع electricity bills and all that. موجود هالعالم، بتفوتوا على الانترنت موجود، بس ما بيحبوا ينشروا هيك علوم لأنه ما بتعمل بزنس، ما أنا good money. هلأ هاي الظاهرة، هاي الايس ديسك ب England I think، ما عندي تفسير لإله، بس anyway العلم محدود. حلو نتعلم not to demystify nature، حلو to accept mystery بالطبيعة، نقبل الباطنية مثل ما هي ونعرف إنه ما فينا نحللها بالعلم. نقبل إنه ما فينا نعرف كل شيء، بس نحن عنا هال push inside إنه أنا لازم أعرف كل شيء، لازم أعرف ليش هاي، لازم أعرف ليش هاي. حلو ندرب حالنا إنه accept إني شفت ظاهرة قدامي وما عرفت شو هي، بس قدرت استمتعت بهالظاهرة أو بسطت فيها. هاي مثل باب للتأمل، بتعلم الفكر، بتعلم المايند إنه take it easy, relax، ما في داعي تعرف كل شيء، وما رح تلحق تعرف كل شيء. حتى لو حطينا لك علوم الدنيا قدامك كلها ما رح تلحق تعرف كل شيء. سو ليش معذب حالك وعم تركض وبدك تعرف كل شيء؟ وما فيك تعرفه، العلم محدود، العلم محدود. وبعدين 99.99% من تلاميذ أوشو وجورجيف وميتشو كوشي يضاس وكذابين منافقين. قال لي ما فيك تقولي هاي على التلفزيون. قلت له ما فيك تمنعني، هيدا بلندن لك من هو، وفي واحد بأمستردام شلته من الحبس مرتين فعت عنه تشقيله، أكبر منافق وكذاب. ما تصدق حدا، ميتشو كوشي قال ما تصدقوني، صدقوا حالكم. قال لي بحب أنا وياك بنكون مع بعضنا، يا بسبقك يا بتسبقيني. قلت له ما بقى فيني عيش مع هالناس، بيجي لعندك عم بيموتوا. قال لي شوف كيف بيطلعوا. قلت له ماني مجبورة كل الوقت عم بطبخ لهم، بدي روح الناس بيرقصوا عند أوشو رقص، وحط حدود للأكل، حط لك هون دايت فود، رز كامل وهيك وهيك، كله فيجيتيريان، كله فيجيتيريان. منه كتير إنه strict to interested بالفود، وإنه لا إيه؟ لازم يكون هيك لا. منه كتير مشغول بالجسد، بس بيحط الفيرست ستيب تتكون الجسد ريدي سيمبل، جست اكل نباتي. بس شيء اكل نباتي حلو يعني منيح، بيعطيك هالخيارات ومحترم اكل فيك تاكله. بيفحصوا المي 24 ساعة، بيفحصوا الاكل قبل ما يفوت على تمك، هني بيدقوه، بيحطوا السنكرو، بيحطوا ايه بيحطوا. ولو 88 سنة عمرها وقتلناها هولدا كلارك، فه كلمة تفه علينا تكريم، لأنه عملت الزابر ماشين. كل واحد عم بيعمل اختراع اكتشاف للصحة، شيلوا خلينا نضل مرضى. بدهم الاكتشافات والاختراع تمشي مع الموضة، هلأ موضة العلاج. نعم بالطب. هولدا كلارك عملت شيء ثورة يا حبيب، راحت بالأذر ديركشن يا حبيب، لأنه هني عندهم مثل تانل فيجن إنه بس هيك، أما هولدا كانت أكبر وطلعت وجابت هيدي الزابي ماشين انه بالكهرباء بدها تقتل الطفيليات والجراثيم بالجسم. يا حبيبة قلبي كثير بسيطة، بس انه بتحط هالماشين بتعلقها واحد هون وواحد هون، وبتقعد دقيقتين ثلاثة بالنهار بتشفى، كثير بتشفى وبتقوي مناعة، ولقدام بتجنبك امراض جايتك لقدام. حبيبي يلي عمل الاربن بوكس، بس هي بتضل محصورة. هلا فينا نوصل عليها، اللي بفتش على شيء بلاقيه عندها ويب سايت على الانترنت، وفينا نشتري كل شيء اونلاين بيجي على باب بيتك، بس بدك تفتش عاد تلاقي هالشي. ما رح تلاقيه والله عم تحضر مسلسل وطلعت دعاية عن هولدا كلارك، هيدي ما رح تصير. سو بدنا نفتش على هالعلوم. وهي عميدة ماكجيل يونيفرسيتي كاني تهموا هيدا إسلام عم تنشري، ما بتعرف شنو إسلام. قالوا الأمريكان تعي لعنا نحنا منحميكي، حطوها بالحبس. يا حبيبي إجوا كتير من المسلمين وقفوا عباب الحبس،
قالوا له نحن مع الإسلام ونحن مسلمين. خافوا شلوها نزلت عليك بالدومينيكان ريبابليك وقالت كل الأمراض بها طاقة زبزبات، يعني هاي الطاقة الكونية خلاص. We are cosmic energy. بس ما فينا نعرف كل شيء، بدي كل الوقت فتش على المفقود راح الموجود. ما بعرف كلمة ما بعرف هاي أحلى شيء، ما عارفة ما بعرف I don't know. يا حبيب قلبي كلمة هيك وما أوتيت من العلم هلأ. فإذا بس الإيجو بحب العلم بحب المعرفة هيك له الإيجو الاستكبار. إيزي علينا نقول أنا بعرف أو نفكر بشي، بس صعب نقول لا أنا ما بعرف يا حبيبي. بس نفكر بهدول الحكماء اللي مثل هيدا اللي جاي الإمبراطور عم يسأله وقال له ما بعرف. الإمبراطور توقع أنه عم بس يسأل حكيم بهالمستوى أنه مين أنت، أنه يعرف حاله أنه حكيم هذا بيعرف حاله، بس لا ما بعرف قال له ما بعرف. الحكماء يلي ورثته الأنبياء هولي بيقولوا ما بنعرف ما بنعرف. عرف لمن عرف أنه لا يعرف شيئا وغابت عنك أشياء. بكل آية بالقرآن الكريم شرحت 18,000 شرح، وما في شرح مثل التاني عكس بعضاً عكس بعضاً عكس بعضاً، ولا زلت على الشاطئ. فإذاً هيدا كلام من نور، كلام ما فيك تشرحه، ما فيك تعيشه، تختبره، ما فيك تختبر الاختبار سبق التعبير. الأولاد كلها بتفهم وبتعريف، كيف بيطلع دغري من بطن أمه وبيبلش يرضع على المدرسة؟ بس يجي بي ويحكي معه بفلت العلم البز وصير يعمل له يا 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 شو بدك فيه هو؟ لا أنا معي يا حبيب قلبي. بس نحن ما بنسمع لنا الأطفال. ابن 20 يوم بعتت ابنه على الحضانة عنا بالحي، زحتت الخادمة مات الطفل، قلت روح شوف أمه شو كانت عم تعمل، منيجير بديجير خلاص. قالت لي بدي يموت كبير خلي يموت صغير أحلى، هيك كان جوابها. قبلتها قلت لها بشكرك بشكرك، قلت اللي بقلبك صادقة عد ما نعم. بتعرف نعم يا ريت فينا نكون يا حبيبتي. قلت لها من كل شيء بتتعلم، من كل شيء بتتعلم. طبيعة كلها أفهم مني وأحلى مني، يعني شو ما شفت. هيدا مدرسة الحياة، هيدا سيدنا إبراهيم، هيدا أنت وأنا. الطبيعة مثلاً الزهرة مجبرة تكون طبيعية، هي طبيعية ما عندها خيار. بس الإنسان عنده هالأوبشن، عنده هال فيك تكون طبيعي وفيك ما تكون طبيعي، أنت مخير، عندك هالاحترام، أنت محترم من الكون احترمك وعطاك هالخيار. بس الإنسان لما بيختار يكون طبيعي طبيعته رح تكون أحلى من طبيعة الزهرة أو الشجرة، لأنه هو اختار هيك، هو هالقد احترم حاله واكتشف حاله لحتى عمل هالخيار. إيزي إنه يختار إنه لا أنا ما بدي أكون طبيعي. شيء طبيعي إنك تختير قال، بس فوق الطبيعة إنك تكبر. ما عنده كبير يشتري كبير، ما بدنا نختير، لازم تضلي مثل ما شفتك أول مرة. سيليكون ميليكون فيليكون هو كمان. بدنا نوقف الزمن، بس الزمن نعم. ما بيوقف. يا الله معك حق، الزمن بيعلمنا نكون عندنا هالمرونة flexible. بس بدنا نكون أكثر من فلكسبل، بدنا نكون nothing ولا شيء، لحتى هالنقطة ساعة المحيط بدها تكون ولا شيء. flexible is not enough. enough بالبداية هالمرونة، بدك يكون عندك flexible و open minded تتقبل تقبل تتعلم. بس بعدين حتى المرونة أو flexibility not enough. you have بدك تشيل كل الحيطان اللي حواليك، تفتح كل شيء، تكون open للكون لهالطاقة مشان تجي. أما إذا أنت عندك شيء مكوم من الباست knowledge معرفة ومفكر إنه أنت بتعرف كل شيء، مثل الإناء المليان ما رح يجيك شيء. بس إذا فضي هالإناء، الكون ما بيحب الفضاء دغري، it fills you in، بيجي بتتعبى طاقة كونية. بس بدها تكون فاضي مثل البامبو. يا حبيبي نتعلم من الطبيعة، هيدي أمكم علمتني الحياة. بس بدي أكون أنا، إذا كنت مريد بيجي المرشد،
الأمة منا بالعصا بعيسى. عشان هيك نحن بحاجة بأمة العرب يكون عندنا جماعة روحية، جماعة بدها الحقيقة، صادقين موجودين شرق غرب وين ما كان بتروح. حطوا فري ريتريت، معك مصاري بتحط، ما معك ما حدا بيقلك. بأمريكا أنا سما سنتر كنت حاطة برا صينية فيها مصاري، مش أنت بتحط وبتشيل، فيها مصاري هيك بتاخذ وبتشيل وبتحط، ما حدا شايفك. هيك الدونيشن، هيدي أنت ضميرك. الدونيشن give and take، بس giving is receiving. نحنا ما بقى في هيدي هلأ، هون عم بيصير في جهل قوي كتير، والإنسان عدو ما يجهل. رو كتاب الجهل ما بيعرف لوين بده يروح. عظيم، إذا ما بتعرف لتكن مشيئتك. وقت قال المسيح تزت الأكوان، هيدا رمز الصليب، يعني الميزان. بس نحن بنقولها عن خوف، بنقول لتكن مشيئتك عن خوف. عن خوف. Because I'm afraid، أنا ما بعرف ولا بدي أعرف، بس لتكن مشيئتك. بس كل يوم عيد الميلاد، كل يوم عيد المسيح، كل يوم الشجرة، كل يوم بدق الجرس لحوة. وقت قالوا لك الجرس بدق، لمين عم بدق الجرس؟ لمن تدق الأجراس؟ كل ما واحد مات هذا أنا. بدنا نذكر، هي الحقيقة عم ذكرى أكثر ما أنه عم بتذكرك بأنه في موت، كفى بالموت واعظا. بس قالوا له الخروف لك ولا، بس شوف في خروف عم بندبيح، أنت منك خروف، هو الخروف. قالوا هيك لكل الخرفين، وهذا خرفين. وهيك نحن بنعمل إنه أنا ما رح موت، بس هداك اللي مات عم يموت. إيه وهيك صدقنا، منحط قلب الجاتو، مين بياخد أكبر شقفة؟ لو بدي بيع لبنان بدي أقعد على الكرسي. يا خيي هي منا الكرسي، كيف عم بيموتوا كل هالحكام وهالأغنياء؟ كيف؟ والموت واحد خلص، لوين رايحين؟ ما حدا بيموت ديفرنت عن تاني، الموت موت أبدا. هجتت كلها، ما أجا واحد قال له للملك تعال أخذه على المقبرة، تعرف جمجمة بيك من غير جماجم؟ قال له لا. قال له على شو قاعدة؟ هيدا ملك المغول. لحقه، قال له أنت وين قاعد؟ قال له الحقني، لا يعيش بالمقابر. كل واحد اللي منا بالميل، جيب أغلى سيارات، عملها أوشو، شبعته؟ شلتوا على الكبد؟ إيه. صر مية وحدة برا، بدلي عليك بدلي بالغسيل. عن شبع مش عن جوع، عن فهم وعن طمع وعن فهم. I want to understand. ولا عن كبت حتى، ولا عن منع، لا خليها تصير عفوية. نعم، بس نتعلم نكون عفويين يا حبيبي. هيدي شغل كبير. نعم. منع. نعم. صغير. إن لم تعودوا كالأطفال مش تكون. شبعت من الحكمة طرفت، بلا تطرف لا بالحكمة لا بالعلم، مشيح إلى براءة الأطفال. فيها حكمة فيها علم، عندك إياها. شوف الأطفال شو بريئين. قد ما أقعد أنا وياك باستوديو صوت هالطفل ما بيسكت، بعدين شو بتعمل؟ بيبكي بيبكي، بتعطيه دواء، بينام. كلهم هيك. الخادمة اليوم قبل الأم بتروح الخادمة، البي بيبكي والولاد بيبكوا. قال لي يا أمي أنت بس تروحي كمان الخادمة خوافة. قلت له ليش؟ قال لي بتروح بتنام مع والدي لأنها بتخاف. نحن منخاف بس تروحي. كلنا هيك، ما فيك تشوف أنت ايش في اليوم. يا حبيب قلبي رح أقراها، وما فيكم تقولوا ممنوعة، ودايما بدي أقراها، رح يبقى إيدي ليك. كرمال شو من شان مين جاي تخلق بمغارة؟ هيدي دنيا كذابين، اوعى تخلق بديارة. وحكامة جن وشياطين، وهني وجه الصحارة. ثلاث ارباع رجال الدين عملوا دينك تجارة. جنازة وجازة بملايين، وما خلوا بجيبي بارة. الفقير بيته حزين، ونحن بعيدك سكارة. أهلك فلوا من فلسطين، ترجوا فيزا بسفارة. وصيدا اللي زرتها من سنين عملوا فيها إمارة. وقانا وعرس الفرحانين عبوا من الدم جرارة.
صرنا بأرضك هربانين من السكاكين ونحجارة. تسمع مني يا يسوع، مش حابي بشوفك موجوع، وفر على حالك دموع وفل بأول طيارة. شو عملنا بالمسيح؟ كلنا ممسوحين، كلنا من روح الله، وكلنا عائلة ملكية. شو عملنا بكل مستنير وبكل نبي وبكل حقيقة؟ كله من وراء الخوف. شو بنعمل فيه؟ خايفين نكتشف حالنا. شو بنعمل فيه؟ بدنا نواجه الخوف. ما فينا نضل هربانين. إذا هربان وعم توصل على شيء، أوكي. بس الهربان بعمره ما بيوصل على شيء، لأنه الهربان بيكون خايف وأكتنج منه بوعي، أكتنج من وراء الخوف. فبدنا نواجه الخوف. في هلا مفاتيح فينا نستعملها. هلا أسهل، هلا هالزمن أسهل. شفت هنيك كان حتى اللي كانوا عايشين مع أوشو قالوا لي كان كتير صعب على أيامنا. هلأ أسهل، هلأ العالم open أكتر، في freedom أكتر، وفي متوفرة الوسائل. قالوا لي هني 10 سنين مع أوشو شخصيا ويدوب مشي حالهم وتعرفوا على نفسهم. قالوا لي هلأ أسهل، هلأ بيجوا ناس بيعملوا كورسين ثلاثة وبيقعدوا شهر زمان خلاص alright. So, فينا نواجه الخوف، وموجود الوسائل، موجود الجماعات. maybe ممكن يصير عنا جماعة بالأمة العربية بيكون كتير منيح، بس إذا ما صارت ما عنا عذر إنه نضل خايفين. لو وحدك كان يقولوا الجار للجار لو جار، هلأ الجار مفشي الأسرار، ما في جار، ما حدا بيحكي حدا، كلهم راكلين. يا خي لوين؟ لوين رايح؟ قلت له لوين رايح يا رباح؟ قال له رايح فتش على حالي. قالت له مع السلامة. شبع من هالكذبة خلص. ضروري اشرب كل المحيط تعرف انه مالح. حتى اللحسة ما بدك اياها من سدي حدا خلص. اليوم بهالدمار الشامل اللي عم بيصير، بهالهزات الأرضية، بهالاشياء اللي عم بتصير، شو صار بجماعة الفلبين؟ 40,000 فلبينية خادمة هون طلعوا مصريات، وين حطوهم؟ هزوا وزلازل وبراكين، رحت بيوتهم كل البنوت اللي بديوها. ببيوتنا على ايامي ما كان في خادمه الا يا عمتي. ومره بي كان بتنورين جاب معه بنت، قالت امي لا جبتها لا معسل تعيش معنا وتصح. ما قالت لا امي، كان في بركه هيك وتجوزت من عندنا ايزابيل. عاشت معنا ما نعرف. في مجتمعات صغيرة هلأ، غير هلأ كتير كبيرة صارت المدن. الضيعة الصغيرة، حتى الضيعة ما بقى في ضيعة صغيرة، قليلة تلاقي ضيعة صغيرة. الكل بيعرفوا بعضهم، عندهم هالطاقة الإيجابية بين بعض. هلأ مثل هاي الضيعة اللي راح تصير هون، هيك المجتمعات لازم تكون، مو أكتر من هيك. أكتر من هيك بصير النيجاتيفيتي بتأثر على بعض، العالم بيأثروا على بعض، بصير الكل ضايع والكل ضجيج وستريس. بدي اختك تشوفها اسمها ميروبة. دخيلكم طلعوا على ميروبة وشوفوا هونيك، وفي مطعم عدو كله، بس في اوتيل، في كل شيء لخدمة الناس. يعني صارت ليل، صار ليل رح احكي عنها بينية. واحد هون كان هو مسؤول عن التلفزيون خليل ابو الشواري، ما معك تاكل، ما معك بتنام، بيساعدوك بيخدموك، ما في سيارة بدك تمشي يا حبيبي. الصخر إذا بتشم ريحة الصخور بتشمه ريحة التراب، فتح مناخيري وهيك كلها. قلت له أشوي بتجي لهون بتشفى. موجودة بالطبيعة، موجودة بالطبيعة، الصخور كلها الحال موجود بالطبيعة، بس نحن خلاص نكون متوفرين للطبيعة. بدنا نرجع إلى أمكم الأرض، بيت من عنكبوت كتير على اللي بيموت، فلاح مكفي سلطان مخفي. انت عندك كوسة انا عندي خيار. قال له ضليت اكل خيار تشبعت كوسة، ما في الا طعمه، كله رش ودش وغش وهش وفش ومش خلاص. مشان هيك عم نخدم الشيطان خلاص. كيف بنزيد الامراض وكيف هيك كيف هيك كيف هيك، كلها ادوية وسلاح، كذا مليار تنسلح الجيش اللبناني. يا خيي ما بدي سلاح، بدي السلام عليكم مش السلاح عليكم. بعرفك على واحد اسمه آغو أوغوست عبدو، درس مع إدوارد باخ، ريميديز
كل شيء بيركبها من بلدك، كل العطورات، كل المقطره، تحط ديتوكس، بتحطها بالمي وبتشرب، مزهر موارد، كل هالاشياء، كل شيء فيه بارضك مطرح ما انت خلقت. انا خلقت بدومه بدومه، انت منين؟ حمص ترسوس، خلص غنى غنيته وديع الصافي عندكم. طبيعي، طبيعتنا احلى من everywhere. يعني رحت شفت الهند وشفت استراليا وشفت هون احلى، هون احلى، طبيعتنا احلى، الطقس احلى، بيزبط عنا كل شيء. الشامي واليمن، ما طلع واحد على سي ان ان عم بيحكي على الهواء، قالوا له ما انك مبسوط انت بامريكا، يعني يهودي امريكاني؟ قال له لا انا ماني يهودي، انا امريكاني، انا يهودي باليمن. قالوا له كيف؟ قال له منعيد مع بعضنا، منقول تفضل، وكلنا ما في فرق، منساعد بعضنا، منساند بعضنا، إذا حدا مات 40 يوم نتكفل، إذا في فرح وفي عرس وهيك كمان. قال له بدي أرجع على اليمن. وين اليمن هلا؟ قتلوا هالرؤساء وما منندم. قال له بيروح الشبعان بيجي الجوعان. فإذن هالعلم ممنوع، وين بيلقوه؟ انت فتش خبرني. موجود، موجود مثل ما قلنا على الإنترنت، حتى موجود بالعربي. يعني هلا محمد كيلاني عم بينزل كثير مواد بالعربي وبشار للي، وسهل كثير الواحد يتعلم لغه. الانجليزي سهل، حتى هالعلوم موجوده بالانجليزي البسيط، ما انها المعقد كثير. يعني في الواحد يتعلم بيزك انجلش ويفوت، ما في شيء ممنوع، ما في، ورخيصه ومجانيه هالعلوم اصلا. اللي عم تدفعه حقه هو زباله. يا الله، عند اوشو بالسنة 10 دولار بالسنة، أوبن فيديوز وكتب، سو موجودة يعني. بس عطشي ما أنه موجود، العطش يعني. ما أنه موجود، هيدا هو العطش بده يخلني على النهر. وأحيانا العطش لحاله ما أنه إناف، العطش بده يكون شوي كمان الواحد ذكي شوي مع هالعطش، يوجه هالعطش على المصدر اللي فيه يلبي هالعطش. يا الله، بس في كتير ناس عطشانة بس بتفوت مطارح أو عند معلمين منهم كتير، مثل ما قال students go to stupid teachers. بس اللي عنده عطش حقيقي بده شوية زكا، بيوجه لهالمصدر اللي فيه لبي لك هالعطش ويساعدك إنك تنمى vertically، خلينا نقول النمو العمودي، لأنه إحنا كل حياتنا مركزة هيك horizontal، النمو الأفقي. حلو النمو الأفقي، حلو الواحد يكون مهتم بالدنيا، بس حلو كمان الواحد يكون عنده هالنمو العمودي. أنت هالمراكز الطاقة اللي عندك، هالشاكرز كلها يكون فيك تتنفس فيها شاكرا باي شاكرا، وهالمديتيشن موجود أونلاين فري، تحطها بتعملها بلاي أونلاين، بتقعد تتنفس فيرست شاكرا، سكند شاكرا، ثيرد، فورث، هارت شاكرا، نفس نفس نفس، كله بيفتح، بيشيل هالبلوكج into all the chakras، بتصير بقى flow and energy up and down left and right right and left. اللي قلتها بدي أقولها، قالها قبل ما يروح أوشو ميتشو هالعلماء كلهم، روحوا شوفوا المساطيل بالأول تبعتين تجوا تصدقونا، روحوا شوفوا الوردة الاصطناعية تتشوفوها بعدين تجوا الوردة. هلأ كل اللي عم بيعلموا يوغا خاص بالسعودية، بدي أذكر أسميكم بعدين، انتبهوا، عم بيعلموا التأمل وهيك وهيك، وحاطين صورة مريم نور وكلهم عم بينزعوا الناس. ما تروحوا لعند المستطيل، خليكم دغري، فوتوا لجوا الرحلة الداخلية، ما بدكم حدا لا يحط إيده عليكم ولا يعطيكم أي درس وأي تكنيك وميكنيك. الكتاب خير جليس موجود، اليوم بكل الأمة العربية في أساتذة ميتة. واحد هون بلبنان أنا وياك قال لي أنت احكي عنها، أنا تاجر كتير مهم وعالم وأنا دكتور، خلي لك الدق والطار بالأعشاب وهناك أعشاب. ما فيك تمنع المسطول، بيروح عند المسطول. أنا أميرة وحدة بالكويت، أنا من الأمة أميرات، قلت لها مش هناك شيء لأصر معي يا أميرة. كلهم جايبين واحد أجنبي يعلمهم كيف بدهم يتنفسوا. وقلت لك اياها وقلت على التلفزيون كلكم، ما حدا بده الحقيقه، بيروح عند الكذبي. وانا عم بدرس يوغا هون، انا عم بدرس مديتيشن، انا عم بدرس هيك، عملوها دراسه هلا.
enough is enough. حاجة بقى دراسة وكله معلومات ونولج. يكون عندنا شوية اختبار بس. الكتاب على الموقع اسمه enough is enough. I am fed up. خلص. انت علينا بقى. انتفخنا. شبعنا من هالكذبة. بس هيدي لمين اجت الحقيقة؟ لنخبة النخبة وصفوة الصفة وخاصة الخاصة. قال I came for the chosen few. I know my beloveds. المحيط هو بيجي لعندك إذا أنت أخذت أول خطوة، إذا كنت أمين على أول خطوة لجسدك الأمينة بيجي لعندك، أو إذا منك أمين بقشطك إياها. كل واحد منا حامل رسالة وإلا ما جينا، كل واحد بعتنا ومعنا رسالة بإيدنا، زرعها بزرع. يا الله دخيلك اختمها. أنا اللي ساعدني أكثر شيء هو الديناميك مديتيشن. أعمله ساعة الصبح قبل 7 الصبح واختبروا شوفوا كيف نهاركم بيكون. الميوزيك أونلاين ما في داعي تشتروا الموسيقى اللي بتكون مع التأمل. بحضروا الفيديو صغير كيف ويلا ساعة الصبح كل يوم أسبوع زمان وشوفوا شو بيصير.